الخير عليكم حبيبي، كي دايرين؟ الله خير بخير، نتمنىكم كاملين مزيان ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم كيف وعدتكم جيت نعاود لكم على الاكسبيريونس ديالي مع الولادة ومع الحمالة كيفاش دازت. دا غادي ننصحكم نصيحة، ماشي نصيحة واحدة بزاف. اول حاجة ما تبقاوش تشوفوا لي فيديو ديال الولادة وكيفاش كيفاش كتم الولاده وكيفاش الناس ليكسبيريونس سورتو اللي كيبقاو كاين بزاف ديال الناس في اليوتيوب كيبقاو عاودو داكشي، كاين اللي بصح وكاين اللي ماشي بصح، كاين اللي كيكبروا الشغل باش على لي فيو، على باش يطلع لهم القناه ويشوفوا الناس لي فيديو ديالهم. نو، الواحد يقول الواقع ويقول داكشي اللي كاين. ليكم حبايبي، قبل ما نحمل انايا كنت كنشوف دي فيديو صراحه، وكنت كنتخلع مع داكشي اللي كنسمع. كنت واحد البنت في اليوتيوب كانت طيرتها مني خلعه، كانت ولدات بالفتيح كتقول ناري فاش كتجي يلاه كتنوض مورا العمليه رجليك ما كتقدرش توقف كيضربك الضو المهم كيكبروا عليك الشغل انت كتخلع. انا ننصحكم ما تشوفوش هاد لي فيديو هادو بحال هكا، شوفوا غير الناس اللي كيقولوا الحاجات زوينين. تاني حاجه ما تخليو حتى شي واحد يغيركم، حاولوا قد ما قدرتوا تبعدوا من البشر اللي خايب واللي غيبقى يقول لكم الحاجات الخايبه اللي غيمرضوكم واللي غيعصبوكم. خصكم تبقاو كالم في فتره الحمل وحتى فاش تولدي ومورا فاش تولدي. تحملي ما تبقايش مجبده كاين اللي كتحمل كتبقى غير ناعسه. نو، تحركوا تمشاو 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 قد ما قدرتوا. انا هكا درت، انا الحمد لله الحماله ديالي دازت ساهله، نتمناها لاي وحده وحتى الولادة حتى هي. كيف ما غادي نعاود لكم، انا ملي حملت وانا كنطيب كندير كلشي، كنمشي ندير لي كورس، كنتحرك نورمال بحال انسان عادي ما حامل ما والو، وداكشي نفعني. واخا حتى الشهر الاخر شهرين الاخرى بديت شويه تنفخت، اما فداك الشهور الاولين الحمد لله ما تنفخت ما والو، داز عندي كلشي مزيان. نقولوا اكيد شي رجال كيشوفوا لا فيديو نوصيكم المراه ديالك عاونها، عاون الخير في المساعده. الا كانت ما كترضاش خليها هي مسكينه ترتاح في الليل مثلا، انت عطي الوليد ولا البنيته ديالك عطيهم بيبرون، حاول تريحها، راه الخير في المساعده. كيف قلت لكم الانسان يرحم بعضياته، وماشي غير هي اللي ولدات صافي، ولدات كتحمل المسؤوليه كامله. اغلبيه كنهضر ما كنهضرش على كل شيء، ولكن الاغلبيه كيديروا هكا صافي، المراه كتولد كيخليها منها لهداك الشيء، ما كيرحمها ما والو. الله يرضي عليكم، الله يعطيكم الستر تهلاو في عيالاتكم وعاونوهم، وراه كيكونوا محتاجين اللي يقول لهم كلمه زوينه، كيوليو سونسيبل في فتره الحمل لا فاش كتولد ومورا زعما مورا كتولد كتحتاج كلمات زوينين، كتحتاج اللي يعاونها يهتم بها يريحها سورتو، حيت مورا مسكينه داك الثقل وداكشي اللي داز عليها في الحماله وداك الثقل اللي كانت هازه تستاهل ترتاح. حاجه اخرى غتبقاو تسمعوا بزاف هاد الحوايج، مسكينه ولدتي بالعمليه، مسكينه، ما تديوش في هاد الهضره. بزاف الناس اللي مراضين وخباتين، انتي كتكوني عاد ولدتي نورمال لو كور ديالك تبدل، ايجيو عندك واو هملتي راسك غلاضيتي فعلتي تركتي، ما تديوهاش في الهضره د بنادم. انا قلت لكم الانسان ما تديوهاش فيه كيف ما بغى يكون نوعه، الهضره ديالهم خرجوها من هنا. انا فاش كنت ولدت شي بشر كيجيو عندي كيديروا لي دي كومونتير، الغليضه غلاضيتي ما عرفت مالك. انا الحمد لله قويه، ما كنديهاش في الهضره ديال بنادم، ما كنتسوقش ليهم. كاين البنات مساكن اللي ضعافين، اي كلمه كتاثر فيهم راح شوم عليكم. رحموا عباد الله، هاد الهضره ما تبقاوش تديوها في عباد الله، يقولوا اللي بغاو يقولوا. ثاني حاجه غادي يبقاو يقولوا لكم الا ما كانش عندك الحليب انت ماشي بقره، ماشي الا ما عطاكش ربي الحليب راه ما عطاكش، ولا الحليب الام مهم عرفت شنو، كيكبروا لك داك الهضره في الراس ليكم، كيكبروا لك ديك الهضره في الراس ويبقاو عليك ولا كان الحليب وهذا شنو، منين غنجبدوا لكم انا هذا الحليب، واش انا بقره غتحلبوني؟ نو، ما عطانيش ربي الحليب، ما عطانيش كي الحليب في لافارماسي كتعطيه لولدك ولا بنتك عادي، غيبقى لكم نو وحكا البيبي خصو يرضع، وكيكون واحد لو ليان بين الام وهذا من الاحسن يرضع. انتي ما كرهتيش ترضعيه ولكن ما عندكش، غتبقاو تسمعوا هاد الهضره بزاف غادي يفرعوا لكم راسكم بها غيمرضوكم.
حيت الانسان ما كيرحمش، ما تديوهاش في الهضره، دخلوها من ودن وخرجوها من ودن، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، المهم انت تكوني مرتاحه وعارفه اش كديري وعاجبك الحال، وهادشي اللي كاين. ماشي اللي ما رضعتش، ما عطاتش الرضاعه لولدها راها ماشي هي هذيك. نو ما عندكش الحليبه تعطيه البيبغون، سي سامبل، ما كاين حتى شي مشكل. كيبقاو عليك لا، وكيكون قريب لك ما قريب لك. انا ولدي ما عطيتوش، عطيتو في اليامات الاولى، من بعد مشى لي الحليب ما عطاش لي. الله عادي، ها ولدي بحالو بحال لي بيبي كاملين، الحمد لله بصحيحتو على خير، قريب ليا، الحنان كاين، كلشي كاين. هذيك الهضره خاويه ديال الناس، ما تبقاوش الله يرضي عليكم، ما تبقاوش تديوها في الهضره ديال الناس. ندوزو دابا لفترة الحمل كيفاش دازت ليا. انا الحمد لله فاش قبل ما اعرف راسي حامله على قضيه الوحم، الوحم بحال الحمق، كنت ما عرفاش راسي حامله. واحد النهار مع 3 الصباح فقت شنو تهيت، البيض مقلي والزيتون كحل، وكناكل فيه وحاديه حاديه راجلي لا يفيق يشوفني كناكل داكشي. شوفوا شوفوا باش تعرف راه الانسان كيتبدل فيه كلشي الله يحفظ. وحاجه علاش توحمت هاد المره، بكيت على الشفنج، مع انا في اوروبا ما كايناش في المغرب، وتشهيت الشفنج على الصباح باش كطيح، وكان كي ما لقيتوش كيقول لي راجلي نجيب لك تشورو نجيب لك هذا، قلت لا بغيت هذاك الشفنج، بقيت نبكي نبكي حتى العشيه وجدوه لي، عاد مشيت كليته عاد ارتاحت. ليكم داز لي الحماله مزيان الحمد لله، ما كانوا فيا لا دوخه لا رد، ما كنتش كنرد الحمد لله. داز لي داكشي نورمال، حتى يمكن دخلت في الشهر الرابع اللي شويه مره مره على الصباح كنوض ما فيا الرد عادي. احنا باقيين فيه الانسان، انا مع فيا السكر، كتبقى تسمع شي هضره، تبقى تسمع شي بشار مكلخ، سمحوا لي على هاد الهضره، كيبقى يمرضك بشي هضره، بشي هضرات كتبقى تسمع فيهم، لو هادي لو اللي فيه سكر ما عرفت شنو اللي فيه سكر. انسان عادي جدا يدير الدواء ديالو، يدير الريجيم ديالو عادي، ما عنده ما يوقع ليه. الحمد لله دوزت لي كونترول ديالي، انا اندوكرينو كان متبع معايا. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش، شدوني هنايا ما خلونيش نسافر، حيت الكونترول كل سيمانه. الحمد لله كلشي داز، صبرت راسي قلت ماشي مشكل، مورا فاش نولد غادي نسافر مع راسي. دوزت لي كونترول ديالي كلشي مزيان، كلشي على خير الحمد لله. نتمشى كنتحرك يوميا، كنخرج نتمشى حتى الشهور الاخرين شويه صافي تقاليت وتنفخت، بقيت كنخرج غير شويه واحد 15 مينوت 30 مينوت ما كنقدرش اكثر. الحمد لله داز كلشي على خير، وصلنا لواحد الوقيته ليكوغرافي الاخرى اللي داروا ليا، قالت ليا غادي لي غادي نديروا لك ليكوغرافي موراها واحده اخرى، واش فيك الوجع ولا ما فيكش. انا ما فياش لا وجع لا والو، دخلت في الشهر ديالي ما كيجيني لا وجع لا حتى شي حاجه. غادي نعطيوك 15 جوغ من هنا، 15 جوغ غادي ترجعي عندنا. الا كان جاك الوجع من قبل هاد ال 15 جوغ اللي عطاوني، هي هذيك راه غادي تولدي عادي. ما جاكش الوجع غادي نديرو لك الوجع الاصطناعي هنا، تادا راسي بقى كيضرني. قلت ناري كيفاش هاد الوجع الاصطناعي غادي يضرني، كنسمع ليه تسمع ليه زعما قاصح على الوجع ديال سيدي ربي. ساعة قلت صافي راه خصك تفكي بهاد الوجع ولا بوجع الله اللي جات مرحبا بها. صافي ما بقيتش كنفكر واحد الحاجه، ما تبقاوش تفكروا كيفاش غنولدوا ولا كيفاش غادي نديروا، خليوها على الله، ربي كيفك بالطريقه اللي مكتبه لك، وربي كيرحم العباد ديالو اللي مكتبه لك غادي تشوفوا، وديروا يقينكم وايمانكم بالله سبحانه وتعالى. كنت رجعت درت هذيك الليكوغرافي، قالت لي خاصك يا ربي قبل كان عندي واحد لو كونترول، عطاوني داك لو كونترول كان نهار الاحد، كان عندي داك كونترول، وموراها كان عندي واحد الرونديفو اخر باش يديروا ليا التيست ديال الكورونا. مشينا داك النهار، نهار الاحد مشينا على اساس عندي كونترول وغادي يديروا ليا واحد ليكوغرافي وواحد شي حاجه اخرى. ومشيت داك الصباح عادي، غدا على اساس غادي نرجع في حالتي للدار. واحد الساعه هكاك صافي، ايوا دخلت جلست دارو لي اللي دارو لي، بقيت جالسه كنتسنى ها هما غيجيو ها هما غيجيو ها هما غيجيو. واحد الساعه قالوا لي
دابا غادي ادخلوني، درت داك لو تيست ديال كورونا، دخلوني ندير بي سي ار، درت البي سي ار، قلت لهم علاش درتو دابا، هو باقي عندي، قلتوا لي اليوم كونترول وباقي من بعد عاد غادي عندي لو رونديفو باش نديرها. قالوا لي لا اليوم غتولدي. اواه كيفاش هادشي؟ هادي ديك الولده ديال على خفله. صافي قلت صافي هادشي راه هادشي اللي كاين، صافي خصني الولد خصني الولد. المهم وجدوه وبقاو معايا، دخلوني البلاصه اللي غادي نولد فيها. اصلا هما اغلبيه الناس في المغرب كيقول لك اللي فيه سكر غادي يولد بالعمليه، هادي هنا كيقولوا لك لا، اللي فيه سكر يقدر يولد عادي، على حسب كل واحد له الكا ديالو، ولكن اغلبيه كيحاولوا معاك تولد عادي. ما عاد الا كانت شي حاجه غالي، شي حاجه ماشي هاديك ولا عاد كيفتحوا لك. دخلوني وجدوني، جلست، داروا لي داك الوجع الاصطناعي. والو نهار لحد هادشي ما كنحس بوالو، واش جاك الوجع كل ساعه غدا جايه الفرمليه، واش جاك الوجع كتحسي. هو في ديك لا ماشين كيبان ليهم طالع دوبي، وانا ما كنحس بوالو. كنهضر معاهم عادي، يقول لي ما يمكنش، يمشي ويجي ويمشي. وداز نهار الحد والو، نهار كامل وانا تما، الوجع كيبان لهم طالع وانا ما كنحس بوالو. غدا ليه اثنين او تاني، بقيت في نفس الشيء واحد ساعه، صافي عييت، عييت اثنين في الصباح، صافي نهار كامل الحد وانت مجبد تما، ما كاينش الوجع، ما كاينش الكل، ما محلولش كيفاش. المهم زدت داك النهار الاثنين، صافي الاثنين في العشيه عييت والو، كيجي الطبيب، كتجي الطبيبه، مشاو الاولين، مشاو الثانيين، تبدلوا الجروبات والو، تقول انا يا باقي على حالي وحالي، ما فيا لو جا والو. كنضحك معاهم، مجمع معاهم عادي، كيقولوا لي هادشي بيزار، زعما كيفاش ما كتحسيش والو، ما حسيتش لا بوجع، زعما اللي كيشوفوا داك الوجع راه راني كنتقطع والو. ديك الليله بعدا ديال نهار الحد بنت كنسمع العيالات كيولدوا وكيبكي وكيغوتوا والو، سبحان الله كندير راسي بحالي ما سمعتش، باش ما ندخلش داكشي لراسي، باش ما نتخلعش. صافي كي قلت لكم نهار الاثنين صبرت حتى العشيه، قلت لها هذيك الانفيرميير، قلت لها نو، صافي ما نقدرش نزيد نصبر، طبت عييت، ما نكذبش عليكم عييت. صافي بقيت حتى نوض كنتمشى، باش تمشى السيروم ها معلقين لك، المهم كامل كبدا بالخيوطه. صافي قالت لي راه ما نقدرش انا، قلت لها صافي بغيت سيزاريان، قالت لي راه ما نقدرش، عافاك زيدي صبري زعما، وهذا من الاحسن تولدي طبيعيه. قلت لها نو ما نقدرش نزيد نصبر. صافي قالت لي واحد تيجي الدكتور عاد ديك الساعه نشوف. اصلا انا لو كل ما تحلش ليا باش والو، حتى سنتيم ما تحلش، ما عنديش كي غندير نولد، والوجع طالع في لا ماشين وانا ما كنحس بوالو. صافي شافوا تاعي وقالوا لي اصبري حتى 6 العشيه، الا ما كاين والو، ما تغير حتى شي حاجه، ديك الساعه نديرو لك هذا سيزاريان. وصلت 6 العشيه، جا الطبيب اللي غادي يدخل لكم هذاك في حاله، عاوتاني تسنى. صافي واحد ساعه قلت لها شوفي انا ما نقدرش نزيد نصبر، صافي مليت، انا ما كنحس والو، ما فيا لا وجع لا والو، ولكن مليت صافي، بغيت غير الفكاك، يا ربي تسمح لينا من الوالدين. صافي جا الطبيب، جات الانستيزيست بعدا قبل، ركبت لي، دارت لي البرا ديال الظهر، هذيك البرا اللي كيبقاو يقولوا لك لا راه كضر في الظهر من بعد، ماشي هي اللي كضر في الظهر، اللي كيهضر في الظهر داك الثقل اللي كتكوني ديجا هزاه، وفاش كتولدي الانسان كيبقى هز حط في لو بيبي ورضع، وهذا هذاك الشيء اللي كيعيي. هذيك البرا الرحمه الله، الناس اللي ولدوا عاديين طبيعي وداروها راه الرحمه الله، ديروها من الاحسن. قلت لكم وصلت ديك 9 ونص، بداو كيوجدوا فيا غادي ندخل ندير سيزارين، حيت صافي ما بقيتش قدرت نتسنى، ويومين وما تحلش لو كول، اشنو كنتسنى مازال. صافي دخلت عادي، ما تخلعت ما حتى شي حاجه عادي، فاش دخلت للبلوك كيضحكوا معاك، ما كتحسش كاع لا بخلعه لا بوالو. واحد الساعه اللي فاش بغى الطبيب جا بغى يبدا في العمليه، انا في التبرقيق تنهز عيني، كنشوف شافتني هذيك الانستيزيست وبرزتها، كنقول لها لا راه كنحس، كتقول لي كتحسي ورانا دايره لك البنج، كنقول لها لا كنحس. برزتها نعساتني، نعس صافي دازت العمليه، ما سمعت والو، ما حسيت بوالو، الحمد لله ربي يرحمني، لا في حمالتي لا في ولادتي، الحمد لله يا ربي.
نتمنى لاي واحد اللي عنده شي واحد صافي في حتى كيفيقوني. مشيت صافي ولات دغيا شي 30 مينوت هكاك وليت جاو لي على خير الدنيا الحمد لله يا ربي. جاوني لا شومبر ديالي ارتحيت على خير كلشي مزيان كلشي وهداك الحمد لله. لا غدا عليه جاو باش ينوضوني. انا على ما كنت ضربات لي فراسي هذيك لا فيديو كيف قلت لكم ما تبقاوش تشوفوا لي فيديو اللي كيقولوا فيهم غير داكشي الخايب. ضربات لي فراسي ديك اللي كتقول ناضت بحال اللي قطعوا لها رجليها ضروها ما عرفت شنو هذيك الوقفه اللي غادي نوقف مورا العمليه كنتسنى راسي ديك الحريق اللي قالت هذيك خيتي. نو ما كاينش داكشي نوت نورمال. شويه دخت عاودوا رجعوني شويه عاودوا رجعوني جلست عاودوا رجعوني عندي وقفوني نورمال صافي بشويه بشويه نورمال. الانسان فاتح كيكون معاك راجلك ولا معاك شي حد كيبقى يعاونك بشويه بشويه كتولي على خير وبخير ما عندك حتى شي حاجه كيبقاو يكبروا الشغل سيزاريان 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 حتى كتخلعي وكتبقاي تخممي وكتزيدي تستريساي وكتمرضي. لا 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 ما تبقاوش تديوها في الهضره الخايبه ديال الناس. شوفوا غير اللي كيقول لكم الحاجه الزوينه واللي كيقول الحق وما يبقاش يكبر في الشغل على عباد الله حيت راه كضروا بنات الناس ولاد الناس. الجرحة برات لي كلشي على خير كلشي الحمد لله ونشكرو داز لي على خير واخا مع الديابيت كيقولوا لي ديابيتيك ما كيبرالوش الجرح ما هذا ما هذا ما وقع لي حتى شي حاجه الحمد لله ونشكرو. ونتمنى لكم حتى نتوما كاع اللي غتولد ضيفك على خير وما تبقاوش تشكروا بزاف وديروا ايمانكم ويقينكم في الله. ربي الا مكتب لكم شي حاجه غادي تشوفوها وربي كيرحمنا. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وما يكونش ثقيل على قلبكم وسمحوا لي اول مره بقى محشمانه من لا فيديو كنصور لا فيديو. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وتابوناو في لاشين ديالي ومازال غتشوفوا فيديوهات جداد ان شاء الله واحسن ما احسن. السلام عليكم.